السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في قناة أسهل الطرق للوصول إلى كندا، وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله تكونون بألف ألف خير. أنا أحمد البكري، اليوم عنوان الفيديو مالتي أو فلوغ مالتي ساعد في إطعام الكنديين، متجر شامل في القطاع الزراعة والغذاء، ملف تعريفي بدون خطاب تعريفي، يعني تسوي ملف إلك بدون خطاب تعريفي، عبارة أو عن حساب الحكومة الفدرالية، يعني داخل الموقع الفدرالي للحكومة الكندية حتسوي ملف تعريفي للمساعدة في إطعام الكنديين. مطلوب منك تعليم ثانوي بدون بدون خبرة، العفو، تقوم في الاندماج والعمل. والآن واليوم بالذات راح نتحدث عن منصة أو منظمة تساعد استقطاب عمال الزراعة أو عمال في الانتاج الزراعي أو في القطاع الزراعي والغذائي، وراح اشوفكم بالدليل شلون راح نجيب هالمنظمة وين راح اسجل، وكله عن طريق طبعا الحكومة الكندية او منظمة الفدرالية الكندية الجوفرمنت اوف كندا، الموقع الرئيسي للحكومة الكندية. لا تنسى الاشتراك بقناتي وضغط الجرس حتى يوصل لك كل شيء جديد ان شاء الله. اليوم راح اتكلم عن ساعد في إطعام الكنديين. ابحث عن موقع وظائف زراعية وإنتاج غذائي وموارد موظفين. اليوم راح نتكلم عن عمل فايل تعريفي داخل حساب الحكومة الكندية أو المنظمة الحكومية تساعد على جلب مزارعين يساعدون في الزراعة والغذاء في كندا. راح تقول لي وتسألني هالسؤال المشهور، من ومن وين جبت هالمنظمة وكيف تعرفت على هالمنظمة، وهسه بالدليل راح اشوفك اني شلون ومنين جبت هاي المنظمة. طبعا تقدر تقرأ الموجود هنا، نستخدم جدول البحث عن مواقع الموارد التوظيف في جميع أنحاء كندا، فمن ذلك وظائف في المزارع وتصنيع الأغذية والمشروبات. يمكنك تصنيف القوائم الموقع حسب الموارد التوظيف الوطنية الإقليمية والطلابية وحسب المقاطعات والإقليم. طبعا أنا دا أتكلم على Government of Canada، Government de Canada، أتكلم عن الموقع الحكومي الفدرالي الكندي، انا لا اتكلم عن الهواء، انا اتكلم عن الحكومة الفدرالية الكندية. لا تمشي الفيديو وبعدين ترجع تسألني اسئلة انا مجاوبك عليها في الفيديو. استمع وشوف الفيديو وشوف شلون راح اسوي خطوة بخطوة، اسوي الفايل، شوف شلون راح ادخل على المنظمة، وخطوة بخطوة كون وياي حتى تستفيد، واني ان شاء الله استفادتي انه انت تستفيد وتجي لكندا. واهلا وسهلا بكم في القناة. طبعا هنا ننزل اذا تريد مقاطعة واقليم بحد ذاته تختار كل الانواع، طبعا قوائم التوظيف الوطني الاقليمي توظيف طلاب هم تختار، وهنا الصافي والمنقي، يعني انه تختار فقط مقاطعة او ولاية في كندا بحد ذاتها اللي تريدها. طبعا انا ما اريد، انا اريد على جميع كندا، انا اريد ابحث في جميع وظائف كندا. طبعا اللي يسألني يقول لي انت منين تجيب هاي المنظمات، انت منين تجيب هاي المواقع الالكترونية، انا دائما اجاوبه باسلوب اقول له انا اجيبها عن طريق Government of Canada، الموقع الفدرالي الحكومي الرسمي المعترف فيه في جميع العالم، وهذا هو دليلي. طبعا هاي كلها منظمات، الصفحة الثانية
وظيفة الزراعة، وظائف حكومة كأخصائيون توظيف، بناء بنك الوظائف حكومة الكندية، بنك الوظائف، وظائف حكومة، بوابة الوظائف مانيتوبا، مجلس الوظائف الاتحاد، مجلس، هذا كلها 3 صفحات، وبعد أكثر يمكن أقول، لا بس 3 صفحات، هاي كلها منظمات، ومنظمات كيبيك، منظمات جامعة، مهنة جامعة مانيتوبا، حصان يستخدم في المزرعة، هاي كلها منظمات موجودة معترف بيها من قبل حكومة كندا. وطبعا اليوم راح أبدي بأول منظمة، وراح أستمر وياكم على جميع المنظمات إن شاء الله. طبعا حبدأ بأول منظمة، وبعدين إن شاء الله إذا طلبتوا مني يعني أكمل على مجلس الابتكار الغذائي، وظائف الزراعة والغذاء، وأكمل على جميع المنظمات الموجودة في الموقع الرسمي لحكومة كندا. طبعا ندخل على أول موظف، على أول منظمة، ما أختار عشوائي، راح أدخل على أول منظمة. اليوم الفيديو اليوم بس يتكلم على أول منظمة، نضغط عليها تفتح لنا الصفحة، تسجيل دخول، نشر وظيفة، أرباب عمل، مرشحين. طبعا هنا إذا تريد في محافظة أو ولاية أو مقاطعة معينة أو اسم شركة معينة تريدها، تكتب اسمها، تقدم حلول المواهب العالمية في الزراعة والغذاء، أفضل مجموعة مختارة من وظائف الصناعة عبر 42 نوع وظيفي في 25 قطاع صناعي. تتبع حياتك المهنية بسرعة في أقل من دقيقتين. سنقدم مطابقات مخصصة من آلاف الوظائف. وطبعا تقدر تقرأ جميع هاي المعلومات، تحويلات مهنية، استئناف مقابلات، عروض نجاح في العمل، وأكثر بكثير. استخدم خبراتنا، طبعا هم يساعدون ببلاش مجانا. هاي الشركة موجودة، هاي علامتها، موجودين هنا، طبعا تقدر تقراهم. وظائف أرسلت مباشرة البريد الوارد، هاي هسه نعلمك عليها، ونشوفك شلون تشترك، ونشوفك شلون تتكلم وياهم. وطبعا نحن المساعدة، هم في الولايات المتحدة أو كندا، هذا رقم تليفونهم، أنا أعطيكم المعلومات اللي هم قرر الرئيسي مالتهم وين، حتى لا يتكلم ويقول لي انت منين جاي بهذا الموضوع، ما انطيت لنا لا رقم تليفونها، لا انطيت لنا اسمها، هذا رقم تليفونها وهذا اسمها، وعندها بريد الكتروني، وعندهم على الفيسبوك، على تويتر، على اليوتيوب، على الانستغرام، اذا كان عندك تقدر تراسلهم. بس اليوم انا راح اعلمكم شلون راح افتح فايل بيها، وراح اشوفك شلون تعمل البيانات وترسل البيانات كلها. هاي خطوة ان شاء الله اليوم راح نسويها. وطبعا راح انزل لكم هذا البرنامج، همين راح تلقوه بصندوق الوصف، ويا الموقع الرسمي لحكومة كندا والموقع المنظمة. انا دخلت من حكومة، موقع الرسمي من حكومة كندا على المنظمة، حتى انطيكم بالدليل القاطع اني منين دا اجيب المنظمات، واني وين دا اشرح المنظمات. هاي المنظمات كلها اجيبها من حكومة كندا، راح اخليها بصندوق الوصف، والمنظمة هم هنا راح اخلي الرابط مالتها بصندوق الوصف، وراح اخلي هذا البرنامج هم هنا يفيدكم في صندوق الوصف. هذا تقدر تنزله على التليفون مالتك، 3 خطوات بسيطة فقط. هذا شنو؟ انشاء خطاب تقديمي خاص بك. يعني يقول لي، تجيني أسئلة، واحد يقول لي أنا ما أعرف شنو أحكي بالبداية، أو كيف أتكلم بالبداية، أو شنو أقول بالبداية، وشنو أكتب بالبداية. هذا البرنامج راح يعلمك شلون تقدم وتنشئ ملف، وهو ينطيك العبارات الصحيحة، هو ينطيك الجمل اللي تقدر تستفاد منها وتكتبها في التقديم. ونرجع للموقع الرئيسي. طبعا انضم الى مجتمعنا، سوف نقوم بالعمل نيابة عنك. نضغط انشاء ملف تعريفي، مثل ما قلنا هنا ننشئ ملف تعريفي بدون خطاب تعريفي او السي في. هنا بهذه المنظمة ما تحتاج سي في، هنا كل ما مهم انه تكتب، تنطي عنوانك، تترس الاستمارة،
وبعدين تسوي بحث عن الوظيفة، تطلع لك جميع الوظائف إذا كان الملف التعريفي مالتك بالطريقة الصحيحة كتبته. واليوم راح أكتبه وياكم حتى أنت تسوي. طبعا الاسم الأول، الاسم الأخير، العنوان، تكتب مرة ثانية العنوان والدولة. الدولة من أي مكان في العالم، يعني إذا كنت عايش في سوريا، أو إذا كنت عايش في العراق، أو إذا كنت عراقي عايش في تركيا، أو إذا كنت سوري عايش في لبنان، موجودة وراح أشوفكم إياها بالدليل القاطع. هاي عراق، إيران، وباقي الدول هي كلها موجودة، بس المغرب، جزائر، سوريا. اللي يسألني عن سوريا، هاياتها سوريا موجودة. طبعا حتى ما أكمل الوقت، يعني أضيع الوقت وأطول عليكم، قطر، رومانيا، راح اختار اني العراق، على انه اني جاي اقدم من العراق، هياتها موجودة. تكتب بغداد، المدينة هاي تتركها. الرمز البريدي هو رمز المفتاح. دائما تجيني اسئلة عن الرمز البريدي، شنو معناه وشنو هو. هو مفتاح التليفون، يعني مفتاح البلد، مفتاح الدولي للبلد اللي انت عايش فيها. يعني مثلا في العراق 0964 على ما اذكر، في تركيا ما اعرف ايش قد. فانت دائما تطلع على الجوجل مفتاح، تكتب مفتاح الرمز البريدي الدولي لتركيا يطلع لك، الرمز الدولي للاردن يطلع لك، وتقدر تكتبها هنا. الهاتف هنا، إذا عندك هاتف ثاني هنا، البريد الإلكتروني باسمك، ودائما أركز عليه يكون باسمك وباسم العائلة مالتك. تكتب مرتين، وبعدين تكتب كلمة السر. كلمة السر مرة ثانية هنا نعيدها. الحد الأدنى من التعليم، احنا قلنا الحد الأدنى من التعليم هو الثانوية، شهادة الثانوية، أو إذا كانت عندك صناعة مثلا، شهادة تلمذة صناعية، شهادة تجارة، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، أو شهادة ثانوية. التعليم التخصصي مثلا، تقدر، ما أعرف أنا أنت شنو تعليمك التخصصي حتى تختار صناعة، علوم بيئة، اتصالات، صحة، مهندس، أعمال زراعة، اقتصاد. تقدر كلها، أو تكتب هنا أخرى غير مدرجة بالفايل، أخرى غير مكتوبة عندكم موجودة. طبعا هنا المهنة الأخيرة أو الحالية، تقدر تختار أي المهنة اللي أنت اشتغلت بيها، أو تكتب غير مدرجة في الفايل. وأنا راح أختار أول شيء، مثلا راح أختار ميكانيك، سائق لحام. سنوات الخبرة تقدر تختار ولا سنة خبرة، تقدر تختار أكثر من 10 سنين خبرة، وأنا راح أختار 0 خدمة خبرة. إذا عندك مسمى وظيفي حالي وصاحب العمل، أو صاحب عمل حالي أنت، تقدر تكتبها. هل تعمل حاليا؟ راح أكتب لا. هل الاستعداد للانتقال إلى كندا؟ راح أكتب نعم، موافق. هنا راح يعطيك المهنة المفضلة، أنت ايش راح تختار؟ طبعا ما تختار أنت مثلا عندك شهادة ثانوية وتقول له أنا مهندس زراعي أريد، هاي ما تصير. لازم تختار على قد تخصصك، او شيء مثل تخصصك. يعني مثلا هنا صيانة واصلاح، مثلا عندك معالج، شراء، ادارة، مثلا يعني على كل واحد وتخصصه. مثلا نقل، انت سائق سيارة نقل، او سائق شاحنة، مهندس او ميكانيكي، فني، مبيعات، اداري. يعني لازم تختار هاي المهنة. هسه نروح على نوع الصناعة، انتاج حيواني، البان، حيواني اخر، دواجن، اسماك، مبيدات، سلع، اتصالات. يعني تختار اي شيء، اي وظيفة او اي صناعة اللي انت مشتغلها. وانا اختار مثلا انتاج حيواني ولحوم بقر. طبعا نوع الوظيفة المفضلة هاي تتركها، ما عليها النجمة.
يوصي بتضمين نطاق الراتب المفق. هاي هم تتركها ما عليها نجمة والأقصى، هاي تتركها إلهم، هاي أنت ما تتحارش بيها، أو إحنا مثل نقول ما تتقرب عليها، لأن هم يحددوها مو أنت اللي تحددها. ونجي هنا أنا مثلا المنظمات، أنت أي منظمة تريد؟ طبعا أنت لازم تختار افرزيت ثالث منظمة هي الإنتاج صحة والحيوان والإنتاج الحيواني، ثالث منظمة تختار، ثالث منظمة هي اللي إحنا بدنا نشتغل عليها حاليا. أهداف الوظيفة تكتب أنا أحب الزراعة، أحب الحيوانات، أحب تربية الحيوانات وهكذا، وتكتب حوالي 5 أسطر. هنا غطاء الرسالة، طبعا غطاء الرسالة سوى شوفتك اياها هنا، هو هاي انشاء خطاب تقديمي خاص بي، اضغط هنا هو راح يعطيني مجموعة من الجمل والكلمات حتى اعرف شلون اتكلم وشلون انطي المقدمة، وهاي الطريقة اسهل لكم، وراح تلقاها همينة بصندوق الوصف حتى تستفاد منها. وين وصلنا؟ اي نعم هنا أنا وصلنا. لست مطالب بتحميل السيرة الذاتية، ولكن يمكن تبسيط عملية التقديم لبعض الوظائف، خاصة عند تقديم باستخدام الجهاز المحمول. يعني أنت غير مطالب بتقديم الشيء الصعب، يعني أنا ألاحظ أنه كل الصعب عند المتقدمين هي السيرة الذاتية، وشون يكتب السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية، لأن أنت مطالب بكتابتها لو لغة فرنسية أو إنجليزية، هي لغة كندا اللغة الرسمية في كندا، لا تستطيع أن تكتبها باللغة العربية لأن ما راح يقراها. فهنا يقول لك أنت غير مطالب، يعني أنت ما تحتاج تقدم سيرة ذاتية. هنا أنا قم بتضمين هذه بالسيرة الذاتية، نعم أو لا، أضغط لا، عدم تطبيق قاعدة بيان، أنقر نعم حتى يتمكن أصحاب العثم من العثور عليك. هاي طبعا الآن لازم أكتب كل الاستمارة حتى أسويها. مبروك لك وصلت وضع سيرك الذاتية في قناعة البيانات. هاي طبعا أنا لازم كلها أكتب البيانات، وأنا ما كاتب أي شيء من البيانات، عمود يقول لي هاي العلامات. هنا هل لديك سيرة ذاتية عبر الإنترنت تم إنشائها بالفعل وترغب في تضمينها مع طلبك؟ خليها. كيف سمعت عنه؟ مثلا إحالة كلية، بريد إلكتروني، أصدقاء في الواقع. أنا أكتب البحث عن الإنترنت، أو أكتب إحالة موقع وايب، أو نشرة إخبارية، بس مو تقولون عن قناة أسهل الطرق للوصول إلى كندا، لا ما موجودة وما كاتبين اليوتيوب. تقدر تكتب إنه البحث على الإنترنت ووافق على شروط الإحكام، تضغط هاي كلها صح، وتقوم بالملف الشخصي الكامل، تضغط هنا. طبعا الأسئلة ونحن المساعدة هم راح أعيدها عليكم حتى أثبت لكم بالدليل القاطع أني يعني موجودة هذا الموقع، موجودة هاي المنظمة حقيقية 100%، اختاريتها وشوفتكم شو أنا اختاريتها. أرسل لنا عبر البريد الإلكتروني إذا كان عندك أسئلة، تقدر تراسلهم على البريد الإلكتروني، عندهم رقم تليفون في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندهم رقم تليفون في كندا. وطبعا هنا بعض الموارد وأدوات المرشحة، قم بالإعداد الوظيفة، السيرة الذاتية، الوظائف المميزة، صاحب وظائف. وهنا نرجع نضغط على بداية الموقع. أي نعم هنا البحث المتقدم، تقدر تضغط عليه وتشوف البحث المتقدم للوظائف الموجودة، مثلا الصحة الحيوان إذا كنت دكتور بيطري، لحوم بقرية، إنتاج لحومية، إنتاج كلها دواجن، كلها وظائف موجودة. وتقدر هذا يقول لك البحث المهني المتقدم، أنت تقدر تبحث مهنيا ومتقدما بسرعة كلش أكثر حتى. وهاي اترك لك اياها انت تستفاد منها، لان اني ما اقدر اطول عليكم بالوقت حتى لا تضوجون من عندي. وهنا تقدر طبعا تختار الدول، انا اختار كندا، وصاحب العمل او طالب وظيفة، واكتب البريد العنوان، وسجل وياهم من ورا ما تسوي وتعمل الملف التعريفي، راح يصير عندك
عنوان بريدي مسجل عندهم ورقم سر، تضغط هنا وتقدر من هنا تسوي تسجيل دخول. وإن شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو يا رب، ولا تنسى الاشتراك بقناتي وضغط لايك وضغط الجرس حتى يوصل لك كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.